الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما من به عليكم من الأمن في أوطانكم والسعة في أرزاقكم، بينما يتخطف الناس من حولكم وتهددهم المجاعات. واعلموا أنكم إذا لم تشكروا هذه النعمة وتقيدوها بالطاعة فإنها تسلب سريعًا وتحل محلها النقمة، فيحل الخوف محل الأمن ويحل الجوع محل الرزق. قال الله تعالى: وضرب الله مثلًا قريةً كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد قص الله عليكم في كتابه الكريم ما عاقب به الأمم السابقة لما كفرت بالنعمة. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدةٌ طيبةٌ وربٌّ غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكلٍ خمطٍ وأثرٍ وشيءٍ من سدرٍ قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى. ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد وأيدي سبأ شذر مذر. قال في تفسير قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد
والبلاد المرضية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمارا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وذلك أنهم طروا بطروا هذه النعمة وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير والمخاوف، وظلموا أنفسهم أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثاً للناس وسمراً يتحدثون من خيرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء، تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. عباد الله، عباد الله، قارنوا بين حالكم اليوم في هذه البلاد وما ننعم به من الأمن والرزق والراحة وسهولة الأسفار وتقارب الأقطار، قارنوا بين ذلك وبين ما قص الله من حال هؤلاء، واخشوا أن يحل بنا مثل ما حل بهم إن لم نشكر نعمة الله ونبتعد عن معصيته. وأنتم تسمعون ما يحل بالأمم المجاورة لكم من النكبات والكوارث والفقر والجوع والتشريد والجلاء عن الديار وهلاك الأنفس وتلف الأموال، وما يحصل في تلك البلاد من الترويع والإرهاب والتخريب والاغتيالات والاختطاف وتفجير القنابل المروعة التي تهدم المباني المشيدة وتهلك النفوس الكثيرة وتلحق الأضرار البالغة بالجراحات والتشويه بالمصابين الذين يبقون على قيد الحياة، وما يتبع ذلك وما يتبع ذلك من نهب الأموال وقطع الطرق ونشر المخاوف، كل ذلك يجري من حولكم وأنتم تنعمون بالأمن والاستقرار وسعة الأرزاق تحت ظل الإسلام وعقيدة التوحيد. إننا لم نحصل على هذه، عباد الله، إننا لم نحصل على هذه النعم بحولنا وقوتنا، بل نحن أضعف الأمم حولاً وقوة، وإنما حصلنا على هذه النعم بفضل الله وحده، ثم بالتمسك بدين الإسلام عقيدةً وشريعة، حيث وعد الله بذلك من تمسك بدينه وحكم بشريعته وأخلص العباد له وحده. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، عباد الله، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد كانت هذه البلاد كما يحدثنا التاريخ مسرحا للفتن والحروب والنهب والسلب، حتى من الله على أهلها بظهور دعوة التوحيد على يد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبقيام الحكم بشريعة الله على أيدي القادة الحكام من آل سعود، أيدهم الله بنصره وتوفيقه. ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما قدمه من أوامر ملكية، وجزاه الله عنا كل خير. اللهم كما أفرح شعبه بالأمس، اللهم افرح قلبه وأمد في عمره على طاعته، وأرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين، واحفظ بلادنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون،
حتى أصبحت هذه البلاد ولا تزال ولله الحمد مضرب المثل في الأمن والاستقرار، مما لم تظفر به أمة من الأمم التي تملك السلاح والقوة الفتاكة. ولن تزال هذه البلاد بحول الله بخير وأمان ما دامت متمسكة بعقيدة التوحيد ومحكمة لشريعة الله. ولكن الذي نخشاه أن يغير أهلها ما هم عليه من الدين ويكفرون نعمة الله، فيغير الله عليهم نعمته كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد ظهرت فينا بوادر الشر وكفران النعمة من تضيع الصلاة وفعل المحرمات في أولادنا وجيراننا، فكثير من البيوت تمتلئ بالرجال الذين لا يشهدون الصلاة في المساجد، ومنهم من يترك الصلاة بالكلية، وهناك بيوت تمتلئ بآلات اللهو والأفلام الخليعة، وترتفع فيها أصوات المطربين والمطربات بالأغاني الخليعة والأصوات الفاجرة، وهناك أناس كثيرون تساهلوا في أمر نسائهم ومحارمهم فتركوهن يخرجن للأسواق قطعاناً، وهناك من جلبوا إلى بلاد المسلمين قطعاناً من الرجال والنساء الأجانب وأدخلوهم في بيوتهم وخلطوهم مع عوائلهم باسم خديمين وخديمات ومربين وسائقين. وقد يكون كثير من هؤلاء المجلوبين كفر وملاحدة جاءوا لإفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم وتدمير بيوتهم بالسحر والشعوذة. وكل هذه التصرفات المنكرة التي حدثت في بلادنا مأذنة بزوال تلك النعم عباد الله، إن لم نتدارك أمرنا ونأخذ على أيدي سفهائنا بجد وحزم، ولنستمع إلى قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيها المسلمون، المنافقون، وما أدراك ما المنافقون؟ قال الله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أيها المؤمنون، إن بلية الإسلام في هذه الأيام، إن بلية الإسلام في المنافقين بهم شديدة، ينتسبون إلى الإسلام وهم أعداؤه، محتارون بين معتقدهم بين التصديق والتكذيب، يطلبون الدنيا مع الكافرين أو المؤمنين، مترددون حيارى بين الفريقين، ليسوا بمسلمين مخلصين ولا بكافرين مصرحين، ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: مثل المنافق كمثل الشاه العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. يقول ابن القيم رحمه الله: هم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم، آذوا رسول الله وأصحابه أذية شديدة، وهموا بالفتك بسيد البشر في ظلماء الليل في غزوة تبوك. يقول ابن كثير رحمه الله: لم يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال. ولهذا لما سمع حذيفة رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين، اللهم أهلك المنافقين، فقال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، لو هلك المنافقون
لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالكين، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يبتلي عباده بالخير والشر ليتميز الصابر الشاكر من المنافق والكافر. أحمده وحمدي له من نعمة، وأشكره على جزيل منه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وميدان جهاد ومصابرة، وما زال الصراع مستمرا بين الحق والباطل منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وسيستمر إلى ما شاء الله. فالباطل يحمله الشيطان وجنوده من شياطين الإنس والجن، مستخدمين لترويجه كل وسائل الدعاية والمغريات، كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يدعو إلى الباطل بأنواع المكر والحيل والخداع، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصبر، يحسن القبيح ويقبح الحسن، ويخدع به أكثر الخلق لنيل حظوظ عاجلة وشهوة حاضرة، مع الغفلة عن المصير والنهاية. أما الحق فيحمله الرسل وأتباعهم من العلماء والمصلحين، يوضحونه للناس ويبصرونهم به، ويكشفون عنه الشبه، ويجاهدون في سبيله، فيهتدي إلى على أيديهم من شاء الله هدايته من ذوي البصائر النافذة والعقول الراجحة، الذين يميزون بين الضار والنافع، وينظرون في عواقب الأمور، ويصبرون على مجاهدة الهوى والنفس والشيطان، ومجاهدة الكفار والمنافقين، فيتقربون إلى الله بالجهاد في سبيله، والثبات على دينه عند تلاطم أمواج الفتن واشتداد أذى الكفار. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عباد الله، إننا اليوم في معترك فتن عظيمة، فتن كقطع الليل المظلم، فتن متنوعة. فالمال فتنة، وقد فاض اليوم بأيدي الناس، والأولاد فتنة، وقد استعصى أمرهم على كثير من أولياء أمورهم، ومخالطة الأشرار من الكفار والمنافقين فتنة، وقد امتلأت بهم بلاد المسلمين، والنساء فتنة، وقد عظم خطرهن اليوم، واستفحل أمرهن، والدعاية إلى الباطل والتنفير من الحق فتنة، وقد تعاظم اليوم خطرها وتطاير شررها وتنوعت أساليبها. لقد أصبح العالم كله من أقصاه إلى أقصاه كبلد واحد بسبب تطور وسائل النقل ووسائل الإعلام، فما يقال أو يفعل في أقصى الأرض من كذب وإشاعات وفجور وعتو ونفور يصل إلى أقصاها بواسطة الإذاعة المسموعة في الراديو والإذاعات المرئية بأسرع وقت وأقرب طريق وأخدع أسلوب. لقد أصبح صوت الباطل في هذه الأجهزة واضحة وجوهرياً، وصوت الحق فيها خافت وخفياً، فغالب الإذاعات العالمية لا يسمع فيها صوت الحق أبداً، وإنما ديدنها الهدم والتخريب
والتحريش والإشاعات والتشويش وترويج الباطل وتشويه الحق. والقليل من هذه الإذاعات إذا جُعلت في برامجها سهماً ضئيلاً من الحق سلَّطت عليه الباطل حتى يُغطِّيه ويمحو أثره. فالقرآن والحديث الديني يأتي بعدهما المزمار والأغنية والتمثيليات التي تُستخدم للسخرية بالمسلمين وتنقص أحكام الدين. فنسمع فيها التنفير مما أباح الله من تعدد الزوجات، والتنفير من تزويج كبار السن، وتنفير الزوجات من أمهات أزواجهن، وقد تشتمل على ترويج الخلاعة والمجون. وغالب برامج هذه الإذاعات أغاني خليعة وحكايات فارغة. ومع الأسف فقد غزت كل بيت إلا ما شاء الله، وأقبل على استماعها الكبار والصغار آناء الليل وآناء النهار، لا سيما من لا يميزون من الحق والباطل والنافع من الضار. وإلى جانب الإعلام المكتوب في الجرائد والمجلات التي قل بينها جريدة أو مجلة توجه توجيها سليما، بل غالبها إنما يشتمل على صور خليعة ومقالات منحرفة، وقد التقى الماء علينا منها من الداخل والخارج يومية وإسبوعية وشهرية، وأقبل عليها الناس ينظرون فيها ويقرؤونها ويلتهمون مضامينها بكل ما فيها من سموم قاتلة، وأعرضوا عن قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومطالعة الكتب النافعة. وإلى جانب هذه المجلات عباد الله والجرائد، الكتب المنحرفة التي تقذف بها المطابع وهي تحمل أفكار هدامة ونحلا ضالة وعقائد فاسدة وفتاوى خاطئة، وقد أصبحت هذه الكتب الفاسدة تصل إلى أيدي الناس بسهولة، فيأخذونها بقوة ويقرؤونها بلهف، وهم لا يميزون بين الحق والباطل والصحيح من الزيف، بل يزعمون أنها أحسن من كتب السلف الصالح والعياذ بالله التي ألفها علماء الإسلام وهداة الأنام. فيقولون عن هذه الكتب النافعة أنها كتب قديمة، ويسمونها الكتب الصفراء للتنفير منها. أما تلك التي بأيديهم فيقولون إنها كتب عصرية من إنتاج المفكرين وآراء المثقفين. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولي عهده ونائبه، اللهم احفظهم ووفقهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واهدنا وارزقنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.